ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو مقرر كرش ابو حبيب عم كوكو. حبيبي يا جو، حبيبي يا كوكو، كل سنه وانتم كل سنه طيبين طيبين وعيد مولد نبوي. أيوة، سعيد ومولد نبوي سعيد على الكل، ويا رب يبقى خير عليكم كلكم وكله يبقى مغشلة حلويات السنه دي ان شاء الله. وجبنا لكم حلويات المولد من 5 اماكن مختلفين، وهنعمل مقارنه تقيله زي كل سنه. حلاوة المولد 24 هنعملها مع بعض النهاردة، ونجيب أول حاجة العبد سيبس إتوان سخي سخي. أنت قلدك ولا إيه؟ الأول أرجع أعدل على كيرو، اسمه سالو سكر يا جاهل، سالو سكر. وآخر حاجة معانا الشعبي، يعني بعد سالو سكر نخش بالشعبي، سامي سلامة السنة دي، اللي هو سوبر ماركت كبير جدا طبعا أغلبيتكم هيبقى عارفه، عامل حلاوة المولد. ودي اخر حاجة معانا النهاردة. يبقى جبنا الشعبي وجبنا المتوسط وجبنا العالي اللي هو عم سالو سوكغ بتاع الاستاذ كيرو. وهنظبط الحاجة ولا نطلع الحاجة قدامهم؟ نطلع يعني. يلا يا باشا احنا هنقعد نعشمهم. ده الشعبي عم سامي سلامة، وده انا عندي هنا اتنين جمل. بسم الله، ادي سالو سوكغ ايه بس. اوكي، ادي عم اتوال. اوكي، واخر واحد معانا عم العب. هنفتحهم بقى هنفتحهم ونشوف هنعمل ايه ونرجع لكم تاني. وبعد عناء اكثر من ساعة ونصف علشان نطلع المشترك ما بين ال5 اماكن، عرفنا نرسهم الرصة دي بالظبط. عرفنا نطلع 4 حاجات مشترك زي كل سنة، ما بنلاقيش اكتر من 4 5 عامة، بس السنة دي حظنا في 4. نبتدي هنبتدي من الارخص للاغلى بالظبط، وكل واحده هندوقها في الاول، هنوريكم العلبه بتاعتها وهنقول لكم سعرها. تمام، اتفضل يا باشا ابتدي لنا. هنبتدي من الارخص للاغلى. اول حاجه معانا تسيباس. تسيباس زي ما انتم شايفين كده العلبه بتاعته اهي قدامكم دلوقتي، وسعرها 90 ولا 95؟ 95. 95 جنيه، ودي البندقيه بتاعه تسيباس، العلبه سعرها 95. يلا بينا، بسم الله. ممتازة قوي، الفول السوداني طازة جدا، السكر بس قليل شويتين ثلاثة، يعني السكر هتلاقوه جاي من بعيد. كوكو رايك؟ من البداية مظبوطة قوي. زي الفل، ما فيهاش غلطة بصراحة، هي بس لو أنت بتحب الحاجة مسكرة قوي، دي مش مسكرة قوي. تاني حاجة معانا قول لنا يا كوكو. زي ما أنتم شايفين كده، دي تاني حاجة معانا علبة سامي سلامة. سعرها 95 جنيه برضو، بس الكمية بتاعتها أكبر شويتين تلاتة. بالظبط زي ما أنتوا شايفين كده. ب 95 برضو؟ 95 برضو. ودي الفولية بتاع الفولية. الفولية. يلا بينا. إيه ده؟ لا أنشف بكتير. لا كيف يكون واحد؟ لا خالص. فول السكاني هنا فريش أكتر بكتير. ما بقولكش إنه هنا فريش أكتر. ممكن فريش اكتر، بس نفس الطعم في الاخر. يعني انا حاسس ان هنا السوداني مش حاسس، وانت هتوافق معايا انا واثق. هنا متحمص زياده. داخل على سنه المراره. ايوه، طب دي معايا ماشي. عجبش. يعني هتختار مين فيهم هما الاثنين برضه؟ الاولاني والثاني؟ الاثنين بالنسبه لي واحد. مفيش حاجه بتعلم. انا مع الاولاني حتى الان، وده يا سيدي اتوال. زي ما انتم شايفين كده علبه اتوال قدامكم. سعر العلبة 100 جنيه. 100 جنيه، غلينا 5 جنيه هنا. بسم الله، اقطع لك حتة بقى او خد حتة. اتفضل يا باشا، يلا بينا. هنا شكل برضو الفول السوداني مفتاح شويتين زي الاولاني خالص. يلا بينا. هنا انشف، هنا انشف، وفي ماء ورد. في الاثنين الاولانيين ما كانش واضح الماء ورد خالص. خدت بالك؟ هنا انشف شويتين، طعم الماء ورد حلو وكل حاجة، بس ما عجبتنيش، وطعم السوداني مش حلو. العذاب بتاع كل سنة. أنا ما بشربش النسكافيه بلاك، بس للأسف في اليوم ده بضطر أشربه بلاك عشان نفصل السكر. ده السكر بتاعنا بقى. يا بوي يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحب الحب. أنت عمال توقع كل شوية. ما شاء الله، ماشي ماشي، هنرجع لهم هنرجع لهم بعدين، سيبك منهم. هنرجع لهم، سيبك منهم. بس عشان ما نلخبطش الرص، ما أنا عشان كده بقول لك. طيب يلا بينا نفتح دي. نخش بقى بعد كده. زي ما انتم شايفين يا جماعه، دي علبه العبد برضو، الكميه فيها حلوه، سعرها 138 جنيه. نطينا شويتين بالسعر، يعني نطينا حوالي 40% زياده عن اللي قبلها. يلا بينا، بسم الله.
السوداني مكمكم. طعم مش واضح يعني، مش طالع طعم السوداني، حاسس ان انت بتاكل سكر بفروله، انما عليت في السعر جوده بالظبط. طيب اخر حاجه واغلى حاجه معانا النهارده بتاعت ولاد الاكابر هو عم سالو سكر، بس دي اكتر علبه تنويعا فيهم كلهم زي ما انتم شايفين كده، بصراحه متنوعه بشكل غريب. سعرها 190 جنيه مظبوط، وادي الفوليه بتاعتهم. انا حتى الان اكتر واحده عجبتني تسيبس الاولانيه، خلصت تسيبس. انا بالنسبه للفوليه مع تسيبس ده مبدئيا، انا اول اتنين بالنسبه لي حلوين قوي، الباقي كله خايش. مش خايش قوي، في اللي هي اللي ابتدى يظهر فيها الماء ورد كانت لذيذه، بس برضو مش بقوه الاثنين الاولانيين بصراحه. فانا مع تسيبس، وكيرو مع تسيبس، والشعبي صح كده مظبوط. وهنخش بتاني حاجه، بس هننظف الدنيا خلاص بقى. طريقه الاسعار هنخش على الاصناف على طول. ايوان تاني حاجه معانا من تسيبس، ايوان السمسميه، وسعرها برضو علشان تبقوا عارفين 90 جنيه عشان ما تنسوش. يا جو 95 دي ب 95. انتوا خلاص حفظتوا الاسعار بقى، ارجعوا الاول الفيديو. يلا بينا ندوب. سيبس انت جامد، انت جامد، طعم مسطح حلو قوي ممتاز. ونخش على التاني ده يا عم كوكو، ده الشعب يا جماعه. يلا بينا بتاع سامي سلام. لا معطن ومكمكم سنه. لا جميل برضه، مفرول قوي. لا ما تحسش انك بتاكل تمس، انت بتاكل ايه؟ فروله وفيها سنه كمكمه. لا حتى الان سيبس متفوق. وتالت حاجة معانا في السمسمية عم إتوال، اتفضل يا باشا. يلا بينا بسم الله. ماء الورد جاي قوي قوي. لا قوي، هو في اللي فات ما حصلش بيه، هو برضه كان في كان ماء الورد في إتوال. برافو يا إتوال في حتة ماء الورد دي. ماء الورد هنا قوي جدا، مغطي على طعم السمسم وهي ناشفة شوية، فمش أفضل حاجة برضه. يعني انت ما زلت زيي مع تسيبس، رغم انه حلو جدا ماء الورد، عامل اضافه حلوه، بس كسمسم سمسم تسيبس ظابطها اكتر. خش لنا العبد. قبل ما ندوق العبد بقى ايه؟ نفصل بقى، ناخد بقى عذاب. كيرو بيشربها ساده مش فارقه معاه ومبسوط. تحفه. مرار مرار مرار. ارجعوا الفيديو الساده اللي فاتت هتلاقوا نفس الرياكشن والله العظيم، عمري ما هعرف اشربها ساده. يلا بينا ندوق. بتقول شويه بس برضو مع تسيبس، بس حلوه والله، بس تسيبس في طازه في الموضوع، في ضبط السكر. لا مش وحشه، ولكن تسيبس ينتصر. واخر واحده معانا في السمسميه هو بتاع الاغنياء سالو سكر، او سالي سكري بالنسبه لو انت في مصر. ماء ورد قوي بيجي معاك في الاول، سمسم نظيف ما فيهوش كمكمه، بس ماء الورد برضه تحس انه واخد من طعم السمسم. هنا ظابط البالانس ما بين الماء الورد والسمسم، حاسس بالاثنين الصراحه، سكرها معقول، بس انا برضه شايف تسيبس يكسب. طب ليه؟ هو تسيبس عامل عمل؟ اصل حلوه جدا والله. ايوه بس تسيبس احلى، معرفش ليه، مش فاهم ليه. طيب نخش على بعد كده؟ يلا بينا، طبعا نروق الدنيا ونرجع للي بعد كده. وأول حاجة في الملبن اللي هو بالفول السوداني من تسيبس، يلا بينا. عمري ما حبيت الملبن ده عشان بنقعد نتخانق معاك، بس هنا أنا حاسس إن الخناقة زيادة، إيه؟ عاجبك قوي؟ ده العشق بالنسبة لي عامة، ودي ما بتتخانقش معاك كتير خالص. ما إيه؟ ما بتقعدش تنضخ فيها كتير يعني، بتروح على طول. ايه رايك فيها منك ما شاء الله؟ ضعيفه. انا مش عاجباني بصراحه، فانا مستني ان كيرو يقول حلوه، لان انا مش عاجباني. لا ضعيفه خالص. طيب هنقطع تاني واحده ونرجع لكم. خش على تاني حاجه معانا يا جماعه، زي ما انتم شايفين ده تاني حاجه الشعب. يلا بينا. هنا الخناقه بقى. بس الفول السوداني طعمه حلو قوي، بس ما حوالينه صعب خالص. هنخلصها ونرجع ناخد رشفة قهوة وندوق التالتة. يلا ناخد الرشفة بتاعة القهوة. أنا ابتديت خلاص كده كده، لا حاسس بده ولا حاسس بده، فالحمد لله.
ده بتاع اتوان. اتوان يلا بينا. للاسف برضو مش قد كده يا جماعه. ولا واحد في الاحتياج دهناهم حلو في الملبن الاحمر. ما عدا الشعبي كان الفول السوداني فيه حلو قوي. كان الفول السوداني حلو اه بالظبط. بس انا جبته السنه دي من حد كان احلى من دول. ماشي طيب. مفيش ملبن بالاحمر تاني في العبد وسليسو كريم فندوق الملبن الابيض صدر الجو. يا رب يكون هو نفس الحاجه بس ما تتريقوش علينا احنا ما نعرفش هو نفس الحاجه ولا لا. بس يعني عنده يلا. والميزه ان هنا متقطع قطع ف صغننه فانت تاخد القطعه كده وارمي في بقك. ملبن ابيض بالسوداني هو ده اللي انا بحبه. انما الاحمر ده بصراحه صعب وممل وكان وحش فعلا في الثلاثه. طعمه حلو قوي. الملبن جميل طريقه تاكل حلو. السكر البودره عليه حلو مظبوطه مش زياده. السوداني اللي جوه حلو لذيذ. نختم باخر واحده وهي زي اللي قبليها اللي هو الملبن المسفر ده. تفضل يا عم كوكو. بس خد بالك دي ما فيهاش مش اشكال. يا حلولي يا حلولي يا سلام. تفضل يا اخي دي ما فيهاش فول سوداني. معلش تريقوش علينا يلا بينا ندوب. العبد تكسب. العبد تكسب. العبد في هذه المقارنه هي اللي تكسب. يبقى كده اتنين ل تسيبس. اتنين تسيبس واحد العبد. في واحده وقعت مننا راحت فين. هنرجع لكم دلوقتي طب بعد ما نجمع البوينتس. نفسي ببقى قهوه بقى يا جدعان. يلا بينا اخويا والله ما انا كاسفك. ناخد البقى وبعدين نشوف هنعمل ايه. ولا انت جاهز؟ ما خلاص هنفتح على طول. ده قص علف من الحمصيه من تسيبس. يلا بينا. حتى الان اتنين تسيبس واحد اتوال وممكن نقول واحد العبد. واحد الشعبي. واحد العبد. واحد العبد سوري. وواحد الشعبي. ماشي. يعني حتى الان ينتصر عم تسيبس. يلا بينا ندوق العلف. مال الورد باين هنا جدا. ال اسمه ايه؟ الحمص. الحمص حلو جدا مع ماء الورد مع نسبة السكر اللي موجودة في العلف. ممتاز. حلو. مين تاني واحد يا ولد نخش بيه؟ لا ده الشعبي ده هنتخانق معاه ونفتحه ونرجع له. وادي عم سامي سلامة اللي هو يعتبر الشعبي. يلا بينا ندوق. خناقة بس طعم حلو قوي. بس خناقة. عارف الموز؟ ايوه الفنطان. الموز. هو الموز اللي هو الفندام اللي كنا بنجيبه واحنا صغيرين. عجبني قوي الصراحه. الطعم حلو قوي بس الملمس اللي قبليه كان افضل. فشوفوا انتوا بقى رايحين للطعم ولا الملمس. وهنظبط ثالث حاجه ونرجع لكم. ده اتوال. اتوال. يلا بينا العلف بتاع اتوال. ماء الورد هو برضه بتاع كل مره. افضلهم في طعم ماء الورد اتوال. والحمص لغايه دلوقتي يكسب في تسيبس. سيبس اللي هو اللي حاسين بطعم الموز اللي هو الفندام. كان في برضه ماء ورد. اول واحد سيبس. بصوا انا حتى الان مفيش حاجه ضايقتني. حتى الناشف اللي هو بتاع الشعبي عجبني قوي طعمه عشان طعمه عامل زي الموز. فانا بالنسبه لي في العلف حتى الان الثلاثه كويسين. الثلاثه كويسين تمام. بس نسبه الحمص اكتر في سيبس اول واحد فعلا. بس مفيش واحد هيضايقكم غير الناشف ولكن كان طعمه حلو قوي بصراحه. ده العبد. العبد كان دايما بيكسب معانا في الكحك وعماله بيتكسر. تمام اهي. ويلا بينا ندوق عم العبد. مش وحش برضه. اقلهم خالص. بس مش وحش لذيذ. واخر حاجه واغلى حاجه معانا النهارده سليسو كري. يلا بينا ندوق. ده قلهم بقى. انت كنت بتقول اللي فات قال لهم. لا ده قال لهم. تتفق ام تختلف؟ تتفق. سليس وكريم ما كسبش ولا حاجه معانا النهارده. لا والله. وهو اغلى واحد. عشان دي شعبيات. يعني لو ملاحظ اقوى اتنين مين؟ الشعبي وتسيبس. تسيبس قصدي الاول يعني. تمام. والشعبي واتوال. اللي هم الثلاثه الشعبي. العبد مش اتوال. اتوال برضه ما عجبناش حاجه. اتوال عجبنا فيه كله قوه الماء الورد. بس بقيت الحاجه لا. ماشي انا بالنسبه لي كده يعني هرص لكم الرصه بتاعتي وكيلو هيرص الرصه بتاعته كده على هدوء ونرجع نقولها لكم.
طيب وبعد مفاوضات كثيرة أنا وكيرو قررنا هنقول إيه لحلاوة المولد سنة 2024. من الواضح جدا إن رقم واحد أنا وكيرو متفقين عليه تسبس بجدارة، صح كده؟ يبقى واحد عندي أنا وكيرو تسبس، واثنين يجي سامي سلامة اللي هو الشعبي، مظبوط، وكيرو يتفق أيضا. ثلاثة وأربعة بقى لا خمسة كده كده للأسف اتوقع بره اللي هو سالي سكري أو سالي سكري لو أنت من إيجيب. في المرتبة الثالثة يتنافس عليها اتوال والعب، اتوال والعب، انما واحد واثنين زي ما قلنا لكم تسبس، وبعد كده الشعب اللي هو سامي سلام. اتفقنا يا باشا؟ اتفقنا يا حب. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين، وعيد مولد نبوي شريف عليكم جميعا. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 5000 لايك يا شباب ده كل مكان. وانت مش واخد بالك ان احنا كل سنة كنا بننزل فيديو المولد النبوي يوميها بعديها بيوم؟ المره دي هننزله لكم قبل المولد النبوي الشريف، دي جديده دي. فبعد اذنكم يا ريت تدعمونا باللايكات، واللي لسه ما اشتركش في القناه لو سمحت اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جوكر شبوي وكيرو، سلام.